اليوم راح نحكي عن روم تفانو والإنترنت بشكل عام، كيف المستخدمين الفلسطينيين عندنا هون بيستخدموه، وكيف انتم لازم تستخدموه، وكيف احنا لازم تيك ليفرج اوف شو الإنترنت بعد منا وبعطينا. هذه تقريبا شوي تلخبط، بس انه نايس ماشي اخذتها من الوقت نسيت زيو على الاقل. بتحكي يعني انه شو حوالين ايش بدور الروم تفانو. راح نحكي تقريبا عن معظم الاشياء، مش عن معظم الاشياء، بديش احكي عن كل شيء، بس انه بشكل عام راح نمشي على اشياء معينه. راح ابدا بالايميل الاي ام ان ار سي، وهذا هو الاوتلاين كامل راح نحكي عنه. اوكي سو نبدا بالروم تفانو. شو تعريفه؟ في مليون تعريف للروم تفانو، بس ناس كثير بيعرفوه. في ناس بيحكوا انه بس باز وورد ماركتينج تيرم، انه بس اساسا يعني تطلع تيرم جديد والعالم تصير تحكي فيه، وانه تصير زي ترند عندهم. وهو الروم تفانو على ترند كثير ماشي بالوضع. اوكي سو من الكاركترستكس تبع الروم تفانو اللي هو الويب اس بلاتفورم. شو يعني الويب اس بلاتفورم؟ تيك ان اكزامبل فيسبوك. شو فيسبوك؟ بطل الصفحات بس بلين تكست، وانك تعرض صور وانك تعرض كذا. لا صار الويب سايت او الويب ابلكيشن يا اما برن لابلكيشن ثانيين، صار تقريبا نقدر نحكي اوبريتنج سيستم. شوي رح نيجي للبروسس اللي هم النتورك وهذول قدام. اوكي هذه الويب اس بلاتفورم. اليوزرز از كو ديفلوبرز. ايش يعني؟ بينا اللي هو برضه نرجع نفس الاكزامبل فيسبوك. اذا جينا انا بطلت كيوزر بس كاند يوزر بس استخدم، بطلع على الويب سايت بطلع على الويب سايت، صرت انا بقدر اعمل ابلكيشن العالم الثاني يستخدموه يعملون على فيسبوك نفسه، فانا صرت كديفلوبر مش كيوزر. اليوزر جنريت كونتنت والريفينيو شيرنج عشان اصور. اليوزر جنريت كونتنت والريفينيو شيرنج انا بتحرك كثير صح؟ اوكي اليوزر جنريت كونتنت والريفينيو شيرنج بشكل عام اللي هي بتعطي اكزامبل على اليوتيوب مثلا. إذا أنت مثلاً تعمل بلود لفيديو على اليوتيوب وشاف مثلاً خلينا نحكي 100,000 بعرفش قديه، وصار في يعني عندك هيت عليه كثير، جوجل على طول تبعت لك مسج مثلاً، أو أنت بتقدر تعمل مونيتايزنج لهذا الفيديو. كلمة مونيتايزنج برضه مهمة هون عندنا، اللي هي هاو تو ميك ماني أوت أوف ذيس ثينكس. سو بتقدر تعمل مونيتايزنج للفيديو تاعك ويصير يحطوا لك ادز، أي ثينك كلكم شفتوها ادز على الفيديو، وونس سمون كليكت أون ات يعني يول جيت مايند. طبعا بتقسم بينك وبين جوجل باتفاق، حسب الاتفاق اللي بينكم. طبعا في كثير سيرفيس زي هيك، مش بس جوجل، في مش بس يوتيوب، في جوجل ادسنس، في غير الاشياء يعني زي الاد كليك وهدول الاشياء غير جوجل. ما بديش تحسوا اني بحكي عن جوجل، بس انا بشكل عام. اوكي الكاركترستيك برضه مهمه للويب تو بونو اللي هي السوفت سيرفيسز rather than السوفت وير باكجز. شو يعني؟ نعم السوفت وير باكجز اللي هو انك تنزل جيكسي فايل او بدك اياه للجهاز تاعك وتنزل هذا السوفت وير. السيرفيسز لا ما في داعي انك تنزل شيء، انت على طول هم بيعطوك السيرفيس وانت بتستخدمه بطريقه معينه، عن طريق الاي بي اي. رح نحكي عن شو الاي بي اي كمان شوي، او عن طريق انترفيس معين هو بيعطيك اياها. فما بطلت هذه الشغلات الغالب اللي مثلا انا بنزل فيرجن جديد بدي اعمل ابديت لكل الفيرجنز القديمه وهالاشياء، صفت انت بس بتقدم سيرفيس، وانس غيرت محل واحد في السيرفر تاعك او السيرفرز تاعك اليوزرز اب تو ديت. الفوكس بالويب تو بونو داتا برضه والريتش يوزر اكسبيرينس. كيف ريتش يوزر اكسبيرينس؟ صفت انه كثير بيهتموا قد ايه اليوزر مثلا كم كليك لازم يعمل عشان يوصل للشيء اللي بده اياه. اليوزر اكسبيرينس ضروري كثير، وفي كل الشركات زي في سيكشن لحال لليوزر اكسبيرينس على اساس يحسنوا اليوزر اكسبيرينس. اوكي الايميل اكيد كلكم فاميليار بالايميل، بس راح احكي عن معلومات بشكل عام. مين هون بس كانوا مين هون عنده اقل من 400؟ اقل من 400 خمسة؟ هي انا اقل من 400 يعني انا تقريبا جزء بس بالايميل كلاينت عندي جزء 700 وغير الياهو هوت كلهم تقريبا ذاك جيميل بيز او البوك والايميل. اوكي سو الايميل 40 years old قبل الانترنت كمان موجود. ف اتس اميزنج الايميل كان برضو يعني قد ايه هو وصل للقمر. الناس اللي بيطلعوا بالمركوب الفضائي كانوا يبعثوا ايميل على الارض، والناس يقراوا الايميل تاعهم يعملوا تويت عنهم على تويتر. هلا راح احكي عنه برضه بدون لسه قبل ما يوصل الانترنت عندهم فوق، هسه صفى عندهم انترنت بالمركوب، فذي كان اكسس انترنت اي ريسورس. صاروا يعملوا تويتنج، هذا طبعا عملت ضجه، صاروا يعملوا تويتنج من الفضاء. اوكي
سو اكثر تول تقريبا مستخدمه حاليا بالويب. في عنا شغلتين بتحكي عنهم، بوب والبوب 3 والاي ماب سيرفرز، اذا ما بتعرفوهم اللي هم بيعطوك امكانيه انك تعمل اوف لاين اكسس ديسكتوب اكسس للويب، او طبعا تعمل اجريجيشن للايميل تاعك على ايميل كلاينت ثاني. يعني ممكن انا اعمل فورورد للايميلز اللي بتيجي على الجيميل بشكل معين على مثلا الايميل بيجي على الجيميل او الياهو او الباقيين. again البوب 3 والاي ماب ممكن تستخدم فيها الاوتلوك في الابل ميل او ثاندر بيرد او الاوبن سورس ايميل كلاينت من موزيلا. كل هذه الاشياء المفروض السيرفيس بروفايدر تاعك يعطيك اياها، اللي هو الايميل بروفايدر يعطيك اياها. زي مثلا اذا الهوت ميل ما بيعطيها، ما بعرفش اذا صار يعطيها بالاوتلوك الجديد، اذا في حدا انفورميشن ما بعرف. اي ثينك بالاوتلوك الجديد 2010 تقدر تعمل اكسس للايميل تاعك اوف لاين، او يعني انك تسحب الايميل تاعك، بس ما بعرف اذا if you can set up the other clients. جيميل بتعطيك فول اكسس على البوب 3 والاي ماب الادفانس حتى اي ماب بتقدر تعمل. الياهو بدك تعمل بيد عشان تاخذ، يعني بدك تدفع عشان تاخذ السيرفيس تاعت البوب 3. This is interesting because ما بعرفش انه مش كثير بشوفهم بيستخدموا ايميل كلاينتس حاليا. So يعني yeah you can use it. Check it out. بطل لنا الايميل بس بلين تكست. صار لنا لينكس، ايميلز، انيميشنز، فيديوز ينبعثوا بالايميل. بطلت المشكله الوسع الايميل صفى الكل. طبعا الشاطر اللي بزيد وسع الايام الياهو بطلت فيه اصلا عندها ليميت. وصار عندنا برضه شغلات زي بلجنز، زي كل ايميل، كل ايميل بروفايدر صار يعمل اكسترا اشياء جديده. صار تقدر تعمل ابلود ايميلز للفيسبوك على تويتر على اي فوتو شيرنج سيرفيس، صار تقدر تعمل ابلود من ايميلها، بس بتبعت ايميل لايميل معين خلاص تعملها ابلود. البلوجينج تعملها من عن طريق راح احكي اذا مش واضح في تيرمز مش واضحه راح احكي عنها كمان شوي. البلوجينج تقدر تعملها من ايميلك، كثير شغلات تقدر تعملها من ايميلك حاليا. اذا في حدا بده يعلق بده يحكي شيء وقفوني واحكوا، اوكي، لانه بدي احاول اعملها انتر اكتف اكثر، بس بشكل عام، اوكي؟ مش راح احكي كيف الايميل مستخدم هون فلسطين، بيكوز بتعرفوا. الاي ام والاي ار سي. الايام مين ما بيعملش شات يوميا؟ مين بيعمل فيديو شات كثير هون؟ بس اوكي. اوديو اوكي. فيديو كونفرنسينج، مين عمره كان في فيديو كونفرنس؟ اوكي، مش كثير بس تمام. الفيديو كونفرنس يعني تقريبا بده سيت اب معين، بده تولز معينه، بس حاليا في سوفت وير عم تيجي تدعمه بشكل اكثر. زي مثلا الاي تشات بتقدر تعمل فيديو كونفرنس لاربعه مع بعض، اب تو فور بيبول بتقدر تعمل فيديو كونفرنس مع بعض، which is really nice. ما بعرفش شو لوين رح تصل هذا الشيء، بس ان شاء الله لقدام رح تشوف احلى من هيك. الاي ار سي ما بعرف اذا انت مين بيعرف الاي ار سي؟ اوكي كول. الاي ار سي بتذكر وانا صغير كانوا يحكوا، كنا نحكي عن الكلاينت تاعو ميرس، كنا نحكي عن الكلاينت تاعو ميرس كنا نسميه هيك. كنا عادي نفوت على الكافينات، ايام زمان ما كانش في كثير هذا الشيء، يعني دوب كافينات بالبلد تاعنا، كنا نفوت على الكافينات ونضل نعمل شات عليهم، بس شات بيور ستوب شات. فهذا هو الاي ار سي اللي هو الانترنت ريلي شات. اسهل طريقه انك تعمل جروب كوميونيكيشن، تعمل سيت اب للشات بشكل سريع. زي ما حكيت في كلاينتس، في ديسك توب كلاينتس له المير الام اي ار سي اللي هي الشات زي الفايرفوكس ايكونز، في ويب انترفيسز للاي ار سي. اوكي، هاو وي يوز ذيز ان فلسطين. مش الاي ام عادي بنستخدمه كثير، في ناس بيستخدموه هون. الفيديو كونفرنسنج مش كثير مستخدم، ما راح احكي عنه. الاي ار سي بحكيكم برضو حق برضو من خلال شرح، احكي برضو عن انيشيتيف بلشت هون عندنا في بيرزيت او فلسطين. في عندنا كاليكسو، بعرف اذا سمعتوا فيها، في ناس مين هو من كاليكسو؟ كاليكسو استخدمنا الاي ار سي اللي هو الشات على اساس انه نعمل جروب شات، نعمل ميتينجز اونلاين عليه واشياء زي هيك. ف which is nice. طبعا بنسميها شانل اللي هي زي ما بسموها الشات روم، بنسميها شانل، بتقدر تعملوا اني شانل، بتقدر انت تفوت تعمل اني شانل وونت. اذا عندك سيرفر، اذا عندك ار سي سيرفر، في طبعا في اي ار سي